الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى واجباتك وحا كم إذا أوين الساري كوغو مهم سن هي حقوق ذا أوين أقوليه إنا أوين إنه إنا نقدر إنه إنا نتعظيم إنه قلبي جينا إنه كوين هذا وعرب كينا كوين إنه وحبنه إنه أي قدريان وأي ربي تبارك وتعالى أي وينيان أرنتها سوحا كطلانيا أعماش أن سمينني أقواش أن سمينني العبادات ككل وحي كفر ديان وينينت إلهي تبارك وتعالى إي قادرين تأوين قمو ديان هدبا الله وينينت سوحا كمدا أدومد إلهي إيوان ونحسن إناد كراميسو إناد شرفتو إناد احترامتو وحي كمتها إلهي وينينتيس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحليه حديثك أبو موسى الأشعري أكورنا يا رسولك أبو داود نكوي من سننكيس نبي قحور صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى وينينتي سوحا كمذا إلا كرام يولا شرفه روح مؤمن كأه إعروبي إرضى له دين تدحد هذا كوع الرئيسي كقرآن كحمبارسن حدود دي سآن دافن آننا كسوكدعن ننك مضحدة مسلمين تحيل كودهية عدالة دكما مولاية صدح ذا وينين توضو وإلهي وينين تيسبو النبي قول صلوات ربي وسلام عليه كهر وحويان ومؤمن عروبي لأن مؤمنكم مركو دينت إلهي إيمانك إيا طاعة إلهي كبر بارو ميزانك إلهي نوح وين أقوشرو إلهي تبارك وتعالى عرضا وعرّيستا وحي تلماميسا وعلامة تلماميسا وناك تلماميسا سيدة أصدرات ديت بأن نبي قلنا صلى الله عليه وسلم حديث كالوحي وكويل أحمد صوصاري روحي إسلام لماذا دحد هذا كوعر ريستا و إيمانك دحدي سكوع الرئيست و إسكو إلهي عابد يع الرئيست نبي قوحي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو أقر حسنة الرضا سا حسنة لوقو قريا الله تبارك وتعالى دنبي بو كرافا درجنا كرب أقادا لأن وحو علامة المام يسوي الدون كان إنو كد أوبي إلهي عبادة سي طاعة سي إيمانك احترام بمرك مضيح ساس تردد بحديث كلا النبي قال نوح كويري صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا نجمد معها روح أوينين كان نجد دأذا روح دأذا كاد أوين ويرحم صغيرنا كان نجد يرك أنا أنون حريصين نجمد معها أبو النبي قول صلوات ربي وسلام عليه سيداس دراداد هداد أهل الإيمان تهد إلهي وينيني سودتك كاوين كاد أوين ومؤمنين تهد دا كو قدري دا كو شرف دا كو ويني دا أي قارين وإيمانك إسلام لماذا كو قارين بكام مضيهين إن القدريس إلهي وينين تي سوا قضب كاللواد النبي قوحي صلى الله عليه وآله وسلم والروح قرآن كحنبارسن ودين تحنبارسن علمي قاله قرآن كي يقانا معنيه سيقانا كردق ميا لكن كقرآن كأو كردق ميا أن حد قد بين أن حدود تلابين سلامر كان وحي لقربي أن كسوكر دعين قرآن كهدي قيسي هي الطريق يسيبو كتاقين وحوفهن سنيه يقولون عمل فليا سيدي النبي محمد لقسو قاري الصحابة سير رضوان الله عليهم طريقة نحن حاتك الدين تشيح
حقنا وما بدنين حقنا وما بدنين دحضو هيا قرآن كيبو هيستا كرق ميا أخرنا يا برنا يا كعمل فليا فافنا يا وينين بمضيح وعالم قرآن كيلاي حنبارس وحن مضيح ما دام إلهي كتاب كيسية هذا الكيسة أو حنبارسين إن لقو وينيو لقو قدريو علشان إلهي هذا الكيسي وحنبارسين إلهي هذا الكيسة أيو حنبارسين قرآن كيبو حنبارسين وكحديث كلا نبي قال نكوي صلى الله عليه وسلم ويعرف لعالمنا حقه نجمد معها روح عالم كان الدين تيقان أن حقي سجرنن يجمد معها أبو النبي يقول صلوات ربي وسلام عليه مرك علمي جيس يأقونتيس يدين تحمبرسية يحلك ومضوها هي مسؤولية الدينات يوبها هي نسجنا لجوء احترامه أو لجوء قدر يشرط أبو النبي يقول صلى الله عليه وسلم وإنه سن حد جد بن مرك لبعض نؤسن كسر كمرين قرآن كإيه هدي جيس وإنه سن كسر كدين مت كسد هذا النبي وحديث ككوشة صلى الله عليه وآله وسلم وشرفيد ديس وإلهي وينين تيس طاي وننك مضحضة المسلمين تحلك أوهية عادلك عادل مرك اللي يراه ذو حاكم كمسلمين تمامولا ياي ومركو شرع عدا إلهي كل رقم يوه ومركو إلهي شرع جيس ضلك كم مامولا يوه لأن عدالتك السكيس إلهي شرع جيس مشرتو عدالة دواتي إلهي سودتي وتقرآن كشيغي وكالسنة الشيغتي وكي أمد مددر أي كردق ميس عدالة دواتها عدالة دواتها قوانين رجل بيد لغسو إرقستو يضر وضا الظلم أماه عدالة دوا كتابك إلهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاكم حلبو هيا أمدنا الدين تيدو كردق إياه وان أكل قرصور إياه ومكال إحانا يا عدالة بوكو مامول إياه إلهي واجعلي هاي تبارك وتعالى سأصدر هذا النبي أن صلوات ربي وسلم عليه حديث صحيح البخاري تضبط إلهي عرشي جيسا مالين تقيامة هرسان دونا مالين كاسون هرشيرين هو سنتشيرين تضبط عرشي إلهي هرسكي جيسا هرسان دونا وحا كم إذا أقوه الرأي إمام عادل نين مدح أو عادل أه سأقال له أقوه الرئيسي لأن إنت كبالا كلابا وكنا في عبادينيه مركو هقاقوه ومدى عدالتكم مامله وصنوك لأحاني شرعك إلهي كم مامله نفعك ومدى أي كهي ليسو إنت كلابا وكان في عبالاري لحدة كلاه كدن بيابا وكان في عبالاري سأصدر هذه الدباء إلهي أجعله تبارك وتعالى ذي السلطان المقصد حلبو هيوان عادل إنت سيب مؤمنين تنفع وين بيقوف الريان لكن معنى هذا وحوي أضو مدى إلهي يا إلهي عابدي يا حق إلهي أجهده شرف قدري ككاوين احترام ككاير ونحريس ككل السمن يكل الدأدا قدري سيدا سوحت كن قنيسة أدون حق إلهنا قتي حق أدون مدن قتي نبت قلي ذاتك مؤمنين على أقل تقدير وحكير متشر إن لقان نبت قلو وحأغيري وإن أفكاقي أدن كاقل لقان نبت قلو هذه اللي قلنا بتقولي وايو وحد أقول نساء إن أضاق يسوع وحي أتكوها لك سميلهاي ملحن يتشد حن بعد عكت صارت الدون كاجي آخر ذا ذن هلس بات كشرتاء حي اللي مش هتكبي عبي سميل سهلا ما مش هتقشي ميل سهلا ما ومشي لجوبا باي لجوبا بي الهوى الله تبارك وتعالى بنص القرآن وحي نقول كوا مؤمنين تدبيا رقيا دمركا رقيا دمر بمؤمنين تكوا دبيا وحينا كسبنن وإن أيقو سمينن كو دبيا وحي كسبن بألا يلبين أبورد يدن بعد بألا يلبين تبارك وتعالى إثم عد يبين أبورد ودن بوين وعلص بهتان هدين لعبر وعزالا معه هول علوس بو فرح الله قالي إن أفكاك يأدن كاك لقنا بتقلي ويما سهلا وحاد أقاتها داد كان مؤمنين تا إلهي عابودية كدادة كدلين يرادة كشيخة رقو ذي يدومر كوضة إلهي عبادة ذي سكون مشقول صني إلهي با إلى شنا يدفع عني إن الله يدافع عن الذين آمنوا مؤمنين تا إلهي با دفاعيا
dad ilaahay difaacanayo markaad adigu aad isku taagto afkaaga iyo adinkaaga la gaadho maxaad ilaahay ka filanaysaa nabi maxamed wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh salaada subax ruuxii tukaday fahuwa fii dimmati illaah salaadii subax buu tukaday ilaahay wuxuu ku jiraa magantiisa ee ilaahay magantiisa yuusan idinka dalbanin magan ilaahay magantaada gadaal kuu taalla kaa tirsan gurigaaga maganta ku ah deegaankaaga maganta ku ah ninka kuu gacan dhaafaayo waa taqaanaa qaabkaad ula dhaqmayso maxaad u malaynaysaa maginta maganta ilaahay inuu gacan dhaafo salaadii subax buu tukaday waa mu'min adigana waa kaa baxsan waaye waxaad ku tala gashaa ilaahay tabaaraka wa tacaala cuquubadiisu inay kugu soo maqanta ina allaha yudaafic can aladiina aamanuu bal iskaba dhaafi rabbi dagaal buu ku ciilaamiyey dadka mu'miniinta kuwa dhibaya loxoloobayo caayaya aflagaadaynaya dhibaatada u geysanaya ilaahay dagaal buu ku ciilaamiyey xadiid qudsiga fi saxiix albukhaari allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli awliyadayda ka mida ruuxii loxolooba dagaal baan ku iclaamiyey buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala hadiyaar garoobo wuxuu iska celin karaa iska celiya war ma ilaahay baad u babac dhigi kartaa ma ilaahay baa iska celin kartaa ma ilaahay wax kamid baa iska baajin kartaa maxaad qaban kartaa war waa meel halis aha gelin yaa weeye weliga ilaahay ma laba wadaad baa ma sheekh hebel iyo sheekh hebel baa maya ilaahay baa tawalliyey weli waxa la yidhahda qeexitaankiisa qur-aanku ku qeex alaa ina awliyaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay awliyadiisu mana baqaan mana murgaan yayihiin ilaahay intaa hadduu ku dayn lahaa meelaha lala aadi lahaa dhowr wadaad baa lagu fasiri lahaa laakiin rabbulkown baa fasiray alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dadka ilaahay rumaysan ee haddana ka baqaayay wa kuwa awliyadu marba hadduu ruuxu kulmiyo inuu ilaahay rumaysan yahay oo nebigiisa rumaysan yahay oo aakhara rumaysan yahay oo kutubta rumaysan yahay oo malaa'igta rumaysan yahay oo qadaha ilaahay iyo qadarkiisa rumaysan yahay mabaadidii iimaanka rumaysan yahay isla markaana uu baqayo waajibaadka gudanayo xaaraamta iska ilaalinayo waa weli ilaahay war weliga ilaahay u dhowaan intaa cibaadaysanaysee mu'miniinta ee ku mashquulsan ilaahay cibaadadiisa waa awliye ilaahay waa iska ilaali haddaad yeeli weydo soomaa meel xun baad ka biyo cabtay natiijadeedana waad dadhamin doontaa mana fogaan doonto aakharana lagugu dibdhigi maayo adduunkaad ku dhadhamin doontaa qaab aad u dhadhamisaba nebigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam laba dembi cuquubadood iyo nafsigoodu ma dahaan ayadoo aakharana loo dibdhigayo oo kayd ay yihiin cuquubadoodu iyo haddana adduunyada soo degdegayaan buu nabigu yuhi sal alayhi wasalam labadaa dembi maxay yihiin gardarrada maagga aflagaadada xadgudubka waa kow qodobka labaadna waxa weeye qaraabo goysnimada xigtadaadii iyo qaraabadaada xuquuqday kugu lahayd inaad gudan weydo labadaa dembi cuquubadoodu ma daahdo aakharana kayd yaa la waayay marka adduunyada horta waa la soo hormarina kow dhe dhadhami qaabaad u dhadhamisaba midda labaad aakharana way kuu dambaysaa allah tabaaraka wa tacaala fii suurati almu'minuun markii rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu ka waramay qiyaamada iyo mashaahideedii xaaladaheeda halistaa qaar ka mida ahlu naarkii naarta galeen wuxuu inoo sheegay inay codsan doonaan allow naarta naga saar rabbanaa akhrijnaa minha rabbiyow naga saar fain cudnaa minha fain cudnaa fiiha haddaannu ku laabanno oo aannu mar labaad intaad naga saarto ku laabanno ilaahu annagaa daalimiin ah ilaahu ku laaban mayne mar u naga saar jaanis kalena sii allah wuxuu ku leeyay tabaaraka wa tacaala iksa'uu fiiha walaa tukallimuun fogaada oo naarta ku fogaada dib dambana ha ila hadlina ha hadlina ha hadlina naartana ku fogaada khalaas waa u dhammaatay marka maxay ku timid inay naarta ku waaraan allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala isagoo sababaynaya innahu kaana fariiqun min cibaadii yaquuluun koox addoommadayda ka mida ayaa waxay ahaayeen kuwa yidhaahda
ربي ونو دنبي داف أذيك أذنوب تداف وكو نحريستنا أقول نحريس بدن إله ذنوب تندر داف أدو ماذا إذا قار كم إذا إله إساق إسو طير أشراف تشريفوا أدو ماذا إذا قار كم إذا عبادة إذا بريضة إذا توبة دكو مشغول سنة فاتخذتموهم سخرية مركزات تشيس تشيس كردقتين كوات كو عيارتان عايدان أفلقات ديسان كو حد قدبتان آيات كردقتين شقات كردقتين أيقون وحيكون مشغول سنة يعني إلهي عبادة ديسان إذن كنا أيقات شقا كردقتين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري إلى أي إذن هالمنسيين إلى ذكري يوحي الله إذن دري وكنتم منهم تضحكون واتكون قسلي شرتين واتكون ماذا يسن شرتين صما الله تبارك وتعالى أيقين وحولي صبر كي أي صبرين لبك اللوغ يسن أي كو صبرين أيو ربي وحولي تبارك وتعالى الليبان باللغسي قلذي لبيسي أفلق دينيسي كوشيس شيسيسي كوحد قد بيسينا الله وحولي تبارك وتعالى نارتي مركة يقلين على علين اخسأوا فيها ولا تكلمون ها إله لنا النار تكو عرب عليه ورمديار بعضه تينا النار تقش مديار بعضه ته إله عذاب كيس محملي كرتا ورمسهلنا ورها فضوداننا ورصيد فضود أدوح أقريس صيد فضود أدوح الليس صيد فضود أدوح حد قد أعراض المسلمين تا شرف كودا حول هذا لي كودا أدوح حد قد بيس كعصب بعيس وحدو قالت إني نساء أبحينين ونما قنانين إن الله سجده بإيمان دونه الدون كاغا أطر وآخر هذا أطر ومصلحة هذا أطر وعافمات كاغا أطر والدين هذا أطر وإلمها كاغا أطر وقري كاغا أطر وآخر هذا أطر وشند هذا أطر وإسطر هذا تسكرنا حيث وديالي ويدي صباح إنك أبدا محبه وديار قروا آخرية الدون صلوا وصلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.